اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى تواصل دوت كوم. في البدايه مشاهدينا نلقي نظره على عناوين عدد هذا اليوم كالمعتاد، وسنبدا مع متظاهر من البصره. المتظاهر يستنكر القمع الحكومي للاحتجاجات السلميه التي قوبلت بالعنف الحكومي ضد المتظاهرين. في البصرة أيضا سنتوقف عند خبر إصابة عدد من الأطفال المشاركين في تظاهرات للكبار، والتي ذهبت هذه التظاهرات إلى مبنى مجلس محافظة البصرة وحاولت اقتحامه، والقوات الحكومية طبعا أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين. والختام سيكون مع التظاهرات الليلية في البصرة، والتي تضمنت إشعال الإطارات للتعبير عن الاحتجاجات السلمية. أهلا بكم. دعونا نبدأ من البصرة كما وعدناكم وقلنا إن هذه الحلقة مخصصة لما يحدث في البصرة، والبداية ستكون مع أحد المتظاهرين الشباب الذي استنكر بدوره القمع الحكومي للاحتجاجات السلمية. نتابع. بس أريد أقول لك شغلة واحدة، أنت يا الجاي ترمي، أنت عراقي ومو عراقي؟ إذا عراقي تعال واجهني وجها لوجه، ما أريدك بسلاحك، أنت زلمة وأنا زلمة. تعال، وهذا الميدان يا حميدان، اذا انت زلمه واجهني مو بالرصاص الحي وبالمسيل للدموع. هاي ثاني مره جاي يصير بي الحاله ومسيل دموع، وهسه جاي يشوفون قدام عينكم مسيل دموع. واعتقلوا انا مطالب محاربه الفاسدين اللي هم من حيدر العبادي الى اصغر زعطوط بالحكومه، واسمع الى اصغر زعطوط بالحكومه، البرلمانيين وغيرهم الباقه وفلوس البصره. وانت يا محافظ البصرة طلعت وقلت حدهم للأربعاء اليوم جمعة، وقلت اعتصم وياكم، واعتصمت بوحدك انت وحزبك، وقعدت بساحة الطيران، ما جيت ويانا ويا ساحة عبد الكريم قاسم. إذا انت زلمة اطلع ويانا. كما قلنا مشاهدينا الكرام فإن هذا العدد مخصص للأحداث الجارية في محافظة البصرة، والآن ننتقل وإياكم إلى موضوع آخر في ذات الإطار. فض الحكومة أو القوات الحكومية لتظاهرات بالقوة، ومتظاهرون حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة. نتابع. في إطار التظاهرات الجارية والمظاهرات التي تجابه برصاص الحي من قبل القوات الحكومية، نذهب الآن إلى موضوع آخر وإلى زاوية أخرى. الآن متظاهرو البصرة يتهمون ميليشيات موالية لإيران بأنها هي من تطلق الرصاص عليهم. نتابع. تم ضرب المواطنين الآن بالغازات المسيل للدموع وغازات الفلفل
تم الآن. والآن تم حرق داخل المحافظة من قبل الثوار. هذا مبنى المحافظة مدخن، هتشوفونه مدخن. هذا مبنى المحافظة، هاي الأحزاب القمعية، أحزاب إيران وميليشياتها، مو القوات الأمنية، هاي الميليشيات الإيرانية، ميليشيات علي خامنئي الكلب ابن الكلب، ضربوا المتظاهرين. ليس الكبار وحدهم من يتعرضون لمختلف أشكال القمع، من إطلاق للرصاص الحي، من مثلا الإصابة بالغاز المسيل للدموع، من الاستهداف بغاز الفلفل وغير هذه الوسائل القمعية. أيضا الأطفال يصابون، هناك عدة أطفال أصيبوا وكانوا بين المتظاهرين تحديدا قرب مبنى مجلس محافظة البصرة. مرتدو مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا الكرام قالوا هؤلاء الجند الذين من المفترض أنهم يتقاضون راتبا من الشعب العراقي وهم الواجب أو الأصل والمفترض كان أنهم يسهرون على خدمته، هؤلاء الجنود لماذا يواجهون الأطفال بالغاز المسيل للدموع بغاز الفلفل؟ مثل هذه الطفلة حينما ستكبر كيف ستثق بالله عليكم بمثل هذا الجيش أو بمثل هذه القوات الحكومية وهي التي واجهتها وواجهت طفولتها البريئة بالغاز المسيل للدموع للأسف؟ وكثيرون، هناك من تعرض لإطلاق النار المباشر، هناك من استهدف من خلال القناصة، وهناك من لا يزال يدفع ثمن وفاتورة المطالبة بحقه في العراق الذي يصادر يوميا من قبل المؤتمرين بأجندات خارجية كما يصفها كثير من العراقيين. الآن إلى متظاهري البصرة وهم يرددون هتافات ثورية أمام مبنى مجلس المحافظة، نتابع. أبناء البصرة ومحافظات أخرى ما زالوا عاقدي عزمهم على ضرورة أن يواصلوا تظاهراتهم حتى ينجزوا ما خرجوا من أجله. هتافات للمتظاهرين تؤكد استمرارهم في تظاهرهم حتى تحقيق مطالبهم. هؤلاء المتظاهرون في البصرة مشاهدينا الكرام الذين يخرجون في تظاهرات نهارية وأخرى ليلية، أليس لديهم عائلات؟ أليس لديهم واجبات، مشاغل، مصالح يخافون عليها ويخشون عليها؟ لديهم الكثير كما يرى مختلف مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما الذي دفعهم لمواصلة الخروج والثبات على الموقف والإصرار على المشاركة بمثل هذه التظاهرات؟ إنها الرغبة بانتزاع الحق من بين شدقي من يرفض أن يعترف به وأن يقدمه إلى أهله وأبناء شعبه وهو مفروض عليه بحكم منصبه ومسؤوليته وواجبه.
الشعب يريد إسقاط النظام، من أبرز ما هتف به متظاهر البصرة. تنفيذاً للنماذج القمعية التي حتماً من يقوم بها يسير بالاتجاه المعاكس لآمال وطموحات أبناء شعبه، القوات الحكومية تواجه الذين يخرجون بصدورهم العارية، تواجههم بالرصاص، تواجه الأطفال بالقنابل المسيلة للدموع وبغاز الفلفل، تواجه الملايين أو الآلاف وعشرات الآلاف من المدنيين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم، تواجههم للأسف بالقبضة الحديدية. القوات الحكومية تطلق الرصاص الحي على متظاهرين في محافظة البصرة. تعالوا نتابع معا. حاليا الرمي بشقة، شقة ترمي على متظاهر أعزل ما عنده سلاح. أيضاً القوات الحكومية اعتدت على المتظاهرين بالبصرة، هذه المرة بأسلحة من نوع المتوسطة. نتابع. باق الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظة البصرة أمام مجلس محافظة البصرة. هذا الرمي بالأحاديات على المواطنين للبصرة. بالأحاديات يرمون علينا الجبناء. بالأحاديات يرمون علينا. الأحزاب هي جبهة مسلحة وكأنها نزلت إلى الحرب بمختلف أنواع الأسلحة المقاتلة الثقيلة والخفيفة، موجهة إلى صدور شباب أعزل يطالب بحقه. على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات شباب عراقيين من مختلف المناطق والمحافظات، مشاهدينا الكرام، كتبوا: لا يمكن للبصرة وحدها أن تنتزع الحق الذي أسقطته القوات الحكومية أو الحكومة الحالية، لا يمكن لمظاهرات البصرة أن تحدث فارقاً على الأرض ميدانياً وحدها، لأن يداً وحدها في الميدان لا يمكن لها أن تصفق. متظاهرون يناشدون الشباب للنزول إلى الشوارع. من أجل ماذا؟ من أجل المشاركة بالتظاهرات القادمة. إلى شباب الغيارة من محافظة البصرة، أرجو الالتحاق مع ثوار البصرة للانتفاضة الشعبية لاسترجاع الحقوق التي سلبت من قبل هذه الأحزاب الفاسدة والحاكمة في العراق. عليكم الالتحاق فورا يا شباب، يا غيارة، أيها الأبطال، نحن أمام المحافظة، نكن أو لا نكن. لا يزال أهالي البصرة يؤمون الشوارع ويملؤونها رغبة منهم بتحقيق ما خرجوا من أجله وآمنوا به قبل أيام عديدة، ولا يزالون. القوات الحكومية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وسط محافظة البصرة أو وسط المدينة. تعالوا نتابع معا. Thank you.
المتظاهرون في البصرة وردا على مثل هذا الاعتداء من القوات الحكومية وترسيخا لفكرة أنهم لن يتركوا الميادين، قاموا بإغلاق شوارع المدينة وأشعلوا إطارات السيارات. نتابع. رجع للتوائر شوارع البصرة، شباب قواهم الله قواهم الله. وصلنا الآن إلى فقرة آراءكم، وفيها تعرفون في الأيام السابقة الظروف المأساوية والمريرة الصعبة التي عاشتها محافظة البصرة على مستوى تلوث المياه وتسمم آلاف المواطنين. وبناء على ذلك هناك الكثير من الحملات الشعبية التي نظمها مواطنون بعيدا عن تدخل الحكومة التي ظلت تراقب صامتة فقط دون أن تتدخل، وهو واجبها ودورها وعملها، دون أن تتدخل من أجل توفير ما يمكن من حلول لإنقاذ أهالي البصرة من خطر التلوث والتسمم المستمر. وتعقيبا على ذلك وفضلا من أو اعترافا بالفضل من أهالي البصرة، أهاليها قاموا بإرسال رسائل الشكر إلى أهالي الأعظمية على موقفهم وإرسال أهالي الأعظمية المياه العذبة لهم في ظل تواصل تسمم المياه وتلوثها في المدينة. نتابع الآن هذا المقطع ومن ثم نقرأ عليكم عددا من أبرز التعليقات. يلا خلي يتباعون حكومة البصرة، حكومة البصرة الفاسدة، خلي يتباعون أهالي الأعظمية، يجيبون ماي للبصرة عم باسم البصرة وباسم كل أهل البصرة وباسم قضاء أبو القصيم. نشكر أهالي الأعظمية الكرام ونسأل الله أن يوفقهم، بس المسؤولين مال البصرة مو عيب عليكم، ما تستحون شعبكم. الناس المحافظات جزاها الله ألف خير انتخت، وانتم نخوة ما عندكم على محافظتكم وعلى بصرتكم. الشباب ماتت، النسوان ماتت، الأطفال كلها بالمستشفيات، الله أكبر عليكم عمي. ابتلينا من جبناكم وحطيناكم، ما ابتلينا تبوع عمي عطشانة، ناس تريد تسبح ماء ما عندها، ناس تريد تشرب ماء ما عندها. يا خل من نحكي قصتنا. عمي الله يوفقكم يا اهالي الاعظميه، نسال الله ان يوفقكم على غيرتكم وعلى نخوتكم وعلى شهامتكم. وتعاضد وتكامل اهل الجسد الواحد، فاذا تخلت الحكومه وواجهت اهل البصره بالحديد والنار، كان أهل الأعظمية سنداً لأهل البصرة بالماء العذب، اعترافاً من أهل الأعظمية للبصرة أنهم جسد واحد. نقرأ الآن عليكم أبرز التعليقات التي جاءت رداً على هذا المقطع المصور أو تعقيباً عليه. حاجم عدنان يكتب: هو الشعب واحد، بس الحمير اللي بالخضرة يريدون يتفرق حتى تمشي مصالحهم. هذا ما قاله حاجم واصفاً المشهد، واصفاً الخطوة التي قام بها أهالي الأعظمية، واصفاً من يقطنون في المنطقة الخضراء. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي حمود الظاهر يكتب: من البصرة الفيحاء إلى أربيل، شعب واحد موحد، كل أطياف فيه تحت شعار كلنا العراق، والله لا يوفق الحكومة الفاسدة، وتحياتي إلى كل عراقي شريف. حمودي يؤكد على الوحدة الشعبية، الوحدة الجماهيرية، كيف أن جميع المحافظات بأهلها باختلاف عشائرها موحدون حتى وإن واجهتهم الحكومة بالحديد والنار. إلى تعليق آخر.
المحامية أنعام تكتب الفتلة ما دمر العراق غير الأحزاب وإلا الشعب قلب على قلب. أتمنى أن أكون قد قرأت هذا التعليق للمحامية أنعام بشكل سليم. هي تتحدث عن أن العراقيين على قلب رجل واحد، مهما زادت الشدائد إلا أنهم يظلون صامدين ولا ينحنون. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي نور مهيمن يكتب: هاي عقوبات جماعية تطبق على الشعب، عندهم هاي أفضل طريقة، لو بالكهرباء لو بالماء وهكذا. هذا الشاب يتحدث عن الأساليب التي تتبعها الحكومة الحالية بتكريس فكرة قمع الشعب العراقي. إلى التعليق الأخير. التعليق الأخير كتبه وليد، يقول وليد: ماكو حل إذا مو انتفاضة عارمة وتفليش مقرات الأحزاب وابعادهم عن المنافذ والإدارة للدولة. يتحدث عن مقترحات من أجل توسيع المظاهرات وإحداث تغيير على أرض الواقع. الآن إلى تويتر. البصرة ترد بالنار، هو هذا الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية. نقرأ عليكم أبرز التغريدات تباعا التي ظيلت بهذا الهاشتاج البصرة ترد بالنار. محمد مطر كتب: شوخ العشائر اللي يستقبلون المسؤولين قبل الانتخابات شركاء أساسيين في الكوارث اللي تصير بالبصرة، كافحوهم يا أهالي البصرة. محمد يتحدث عن دور شيوخ العشائر أو بعض من يتواطأ من شيوخ العشائر يتواطأ مع الحكومة الحالية على حساب أبناء شعبه. إلى التغريدة الثانية. التغريدة الثانية كتبتها وديان، تقول: ماذا تريدون منهم أن يفعلوا اليوم؟ أحرقوا مبنى المحافظة، غدا ربما سيحرقون مسؤوليها، هذا هو الطبيعي وسط هذا الإهمال والتجاهل وعدم الاحترام لحياتهم وحياة أطفالهم. الاحتجاجات مستمرة منذ مطلع تموز، ألا يوجد في هذا النظام من يمتلك أدنى ذرة من الشرف ويخفف من تفاقم الأزمة؟ وديان تحدثت عن واقع العراق وكيف أن هذا الشعب ما زال في الشوارع لأن كل الأمور التي خرج مناديا بها ومطالبا بتحقيقها لم يحدث منها أي شيء على الأرض ولم تستجب الحكومة لأي شيء. إلى التغريدة الأخيرة على ما أعتقد، وكتبها ياسر، يقول ياسر: الذي يصير في البصرة هو نتيجة تجاهلها وتجاهل مصير أبنائها، ورغم أني ضد العنف وضد إحراق وتدمير مباني الدولة لأنها للشعب، ولكن أتصور من حقهم لأنه ما بينا أحد عايش هاي المعاناة فقط، اللي عايش بالحر وبدون كهرباء ومياه نظيفة وأيضا شغل ماكو. الله يحفظ الناس. الجميع يتحدث تحت هاشتاج البصرة ترد النار، ولا يدري أحد ما الذي سيحصل في قادم الأيام سوى من لا يزالون في الشوارع، سوى من لا يزالون يخرجون في تظاهرات نهارية وليلية للمطالبة بحقهم، وقالوا إننا لن نتراجع عنه. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. الآن نذهب وإياكم إلى المقطع الأول، ويتحدث عن الظروف في العراق وبعض الموازنات التي كانت تصرف للرئاسات الثلاث. ما الذي نعرفه عن هذه الموازنات؟ يوضحه لنا المقطع القادم. بعض هذه المبالغ التي شاهدتموها كفيلة بحل مشاكل الآلاف الذين ينزلون إلى الشوارع كل جمعة وبشكل يومي في البصرة ومناطق مختلفة، لكن للأسف كما يقول بعض العراقيين عبر مختلف وسائل التواصل: السارق لا ضمير عنده ولا مشاعر.
مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. إلى اللقاء.